قولك في خدمة الاستعجال؟ خدمتها الاستعجالي مش قايم بالواجب نتاعها. اسمع، يجي جبت اخويا انا بيرسونيل وقعد 4 سوايع مطيش والدم يجري من رجله. سمعت بيرسونيل واللي جيت كلمه يطفيك ويتعدى الغير. فمش شكون وشكون عندك شكون وشكون راك تتعدى ما عندكش شكون ما ثم حد شيء. معناها تبقى بالساعه وساعتين يغزروا لك ما عندك حد شيء. انت فاض تصور الشارع هنا قدام السبيطار، والله كنت تدخل تصور القهوه لما طار الفضيح. ادخل تصور في القهوه، امشي للقهوه، القهوه المقابلين السبيطار الكل، دورهم الكل. وشوف الطب وشوف انا جبت خويا كادر جونس فراكتير عنده في ساقه. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، طبيب نتاع ديرجونس، طبيب نتاع ديرجونس، فهمني، يعمل في قهوه. شرفوا والله يقيموا بالواجب يعطيهم الصحه. مواظبين لاهين بالمريض امور لاباس الحمد لله. صافا مراك ومراك. والله ايش باش نقول لك، كل مره كيفاش تاخذ وتعطي. بالنسبه لخدمه الاستعجالي ماهيش خدمه باهيه، معناها بالنسبه للمواطن وبالنسبه للطبيب. معناها المريض اللي يجي للاستعجال يلقى لهوى. ممكن يلقى ما يحب له وقت، وثم اللي عنده كتاف، اللي عنده كتاف يدخل ما عنده شيوح. كلمت الطب الكل، كلمت الاولاد الكل، ولا حياة الا من تنادي. كش خليته على الفرش نتاعه في وسط الستاخ وغطيته بالبلوزه نتاعه وروحت باش هزوهم. فما ناس تدخل تحب العنف، تحب العنف تداوي ما غير مواطنين، فما ما غير لكرني، فما غير كذا. وبالنسبه للطبيب تلقاه متواطئ معاه، يتكلم بالسياسه على خاطر هو ما عنده سكيورتي. في الحالة هذه لازم تعمل سكيوريتي. ممكن يغزروا له موت ويتعدى هكا. يا ودي يرحم بوكم، راهي كادر جونس خويا، استنى عايش خويا. وقتاش صدقوا هزوها يجريوا بها؟ وقت زريقت. صدقني كما المريول اللي لبستهم انت، زريقت زرقة زرقة كاملة، باش هي شافت هكا، خويا هات هات هات، وزتها تجري ما نعرف شنو. خلاف التجهيزات الأمور اللي التجهيزات ما فماش تجهيزات. تجهيزات ناقصة، ما تلقى الدم في الشريول. الطب ما ثماش، كل واحد يقول لك الاخر. ثم تجهيزات، تجهيزات شنو؟ شنو عندنا احنا تجهيزات؟ عندنا شيء اختي، عندنا يضرب هكا بيديه واحد كو، ولا تجيه الدم هكا الشرتلة فهمني عرق مضروب، ولا واحد يعمل لك هكا ضربتين. تجهيزات شنو اختي؟ برا صور تلقى 600 يصوروا، فهمني، واحدة بركة تصور، ماكينة بركة تصور. حسب رايك انت كمواطن شو تقترح باش يتحسن خدمات الطب الاستعجالي؟ نطلب يعني توفير الاطباء. والله تحسن، هي اول حاجه انها تنحيوا لكلمه شكون وشكون، اذا فلان وفلتان كلمة معناتها الواصله هذه، ونحيوا شويه من الرشوه. الرشوه راهي مازالت تو، الرشوه معناها تدخل معناها عيني عينك، ماهيش معناها في الواحد، فهمت؟ 20 سنه باش خدمه الاستعجالي مش السبيطار، الاستعجالي انت جاي كادر جونس، عندك دوبل فراكتير ولا عندك اي حاجه، انت لازمك تصور ديريكت على البلاصه.